زائر العاصمة. ففي بلدية بلوزداد تقع أسفل جبل مطل على الميناء مغارة يبلغ طولها 7 أمتار وعرضها 2 متر. تحتوي المغارة على غرف ومنحوتات أثرية تكونت بفعل الطبيعة، إلى جانب وجود حديقة صغيرة وأدراج مؤدية إلى الغابة. السر في هذه المغارة هو أنها كانت مخبأ سريا للأديب الإسباني الشهير ميغيل سيرفانتاس. والقصة هي أن سيرفانتاس بعدما منحه الجيش الإسباني إجازة ليعود لوطنه إسبانيا، تمت محاصرة سفينته من قبل 3 سفن جزائرية قبال سواحل مارسيليا، وتم أسره رفقة أخيه عام 1575. وقد استطاع الهرب والاختباء في هذه المغارة، وفيها بدأ التفكير في كتابه الشهير دون كيشوت. ظل سيرفانتس مختبئا لمدة 4 سنوات، إلى أن جمعت والدته وتجار مسيحيون في الجزائر مبلغ الفدية المقدر ب500 أوقية ذهبية، وأطلق سراحه عام 1580. وتعد روايته دون كيشوت من روائع الأدب العالمي.